نسوا المؤكدة لان ستة لازم تنشفوا لان ستة السنة المؤكدة لان ستة أنت السياقي ثم زوارو تزاليث الويتر تزاليث الويتر إن ظل بعد من ظل العشاء أن ظلنا في الرواتب ركعتين أن نشفع أكد الوتر نشفع ركعتين صلاة الويتر تسعة ركعة واحدة أنفوسيس ثقيت ثم زوارو ستة صلاة الوتر مثلا يوث ركعة لسعة ركعة واحدة يختتم بها يعني عند الفقهاء أكد السنة يعني ولش السنة يكوكد في اللسن في صلاة الإسلام أم صليث الوتر ركعة الوتر أن ختم السيس تصليث الليل يعني صلاة العشاء نفك تصليث العشاء أنصل شفع وأنصل الوتر في رد الفقن الوقت ينسي الوقت الضروري الوقت الاختياري هذا نشرح بعض التفاصيل الآن وطبعا صلاة الوتر تصلى بصورة الفاتحة وصورة الإخلاص يعني تصلي ثقيل الوتر أتنصل الفاتحة الحمد لله رب العالمين أكل صورة الإخلاص يعني قل هو الله أحد مثل غيظة ترمض المعوذتين جائز تسمرض أترمض المعوذتين يعني أتصل صورة الفاتحة أرنو يسقله الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أن حتى رأيث مثلا ذي صلاة التراويح ما يصل الشيخ يسنى صلاة التراويح من المفوق صلاة التراويح أذير الشفاع أذير الوتر عادة للشيخة الظلام طريقة يجي يعني صورة الفاتحة أرمي سورة الإخلاص قل الله أحد أرمي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس لدى الأحاديث كثيرة أدفتر بعض الأحاديث حديث البخاري إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا جالث تظل ثنون ذكير سوى شو سنختم تظل تنقرث صلاة الوتر يعني صرك عيقين الوتر وقد حديث البخاري إلى حديث وايض يناد النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا لقي حديث ترهيب باش ولا قرف ناد ما ذي تفريط هذه الظالة صلاة العشاء هي ذا الفرض هذه الطص أذكر مع الفجر هذه الظالة الفجر الصباح والوفرات أخيري غادي الويتراجي للسنة والصلاة غادي بيزنس ميوكذت في الناس أمي دينا الويتر حق فمن لم يوتر فليس منا قاعد غناد الحديث وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تصيرنا إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديا أهل القرآن يعني ينسل منهم ينسل مسلاي إلى أهل القرآن أوتروا يوم راغيت باش نصاصات الويتر من غفلة في الناس إنه فإن الله وتر يحب الوتر أربيون ماشي سين أربيون وحده لا شريك له مادام تسيون يحمل الوتر يعني يحب الوتر يعني يفسره العلماء علماء الحديث معنى يحب صلاة الوتر صلاة الوتر يعني ركعيكي تنقل الحديث يجي الصحة يسوف غثيد الإمام أبو داود وقت الوتر من ميرا صلاة الوتر ساعة الوقت الاختياري ساعة الوقت الضروري أما كنت نشرح في صلوات الفرض الوقت الاختياري معناه الوقت ذي استخارة الشرع استخارة متصلوظ معلش من مريف أذي يفذو في صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يوسع الله يفذي سيقود ما ديكش وقت العشاء ما رنصلك العشاء في صلاة العشاء ألما طلوع الفجر صافي غصيف الله يبارك المدة مارة قرص الوقت الاختياري لصلاة الوتر ظليث فرما تظل العشاء مثلا في 9:15 في 9:30 ظليث في 9:30 الله يبارك في 10 في 11 في 12 قيل في 1 الصباح في 2 الصباح في 3 الصباح وكياك ذي الوقت يساع
ميت الزلوظ الخير ربح مقبول. في حديث خارجة رضي الله عنه إناد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يفغدر الصحابة أشو سنينا إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة ربي سبحانه يفكي وديوث تصليف وهي خير لكم من حمر النعم. القراءة الصحيحة ماشي النعم من حمر النعم وهي الوتر نشو الصليف هكي صليف الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث واضح الحديث هكي سفره الإمام أبو داود والإمام الترمذي يفقند الوقف الاختياري يعني سوى سخطار ذكس سيظلث العشاء ألما طلوع الفجر ذي المدة يجي مثل غير الظل تظلث يجي الوتر الوقت الضروري عند إلاقة الظل خطر لقيت مثلا سمح فيه قبل أن شرح الوقت الضروري لأنه قد هنا ميقزل العشاء هذه الظل الشفاء هذا سيكون الوتر بقى على خير يجوز إلا ويض أشيني من المزول العيشة أصدر كذا ركعتين راتب نافلة وتظل غير الشفاء للوثر أثن جغط صغط كرجوين الزوج الزوج ونص أصدر قيام الليل قيام الليل هذه الظل سنة أربعة ستة ثمانية عشرة إن ويزمر بالميك فتظليت التراويح النافلة هذا سيرنو الشفاء أكذ الوثر أدي فغ ثلاثة ثلاثة واربع أدي فغ سوى سوى كان مع تصليث الفجر أكذ ستدير الوقت أنت حر دغب المناسبة أبو بكر الصديق يتزليث معنا إن شاء الوثر عمر مخطب أثي تسجل أثي الطص وديكر قبل الفجر وأثي الظلم بعد يظل الفجر معنى كنت خضمه ذي قرز ما صرت بعد العيشة تخدم ذاك اللي يخدمه بكر الصديق تسال الميرا في عرص الله يبارك ما إلا جيت خطر ذا فونتورا عايز مريم لثيج أذكر في الثلاثة ونص أذكر في الرضعة غير أمشي ريخ هذه زوار يصدر صلاة الصبح نا هذه روح يصدر هذه يصدر أربع ركعة نافلة تقد في كاكير التفاصيل بعد شو الوقت الضروري بالمي بعد طلوع الفجر مدة العيد كيف غد الفجر ذاين أقلك وقت ضروري ماشي معنى سوى تزال ضرر صليف ساقي مقارن وقت ضروري معناه إلى قد صار ضمان مش كفاف ملاشة ورصالة الويترني فائتة فاثك تصول ضرر بالمريف ذو وقت ضروري أديش وقت ضروري بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح يعني قبل صلاة الفريضة من الميد يفغ الفجر يشمد الفجر قفلات الزلال السيناريو في الوقت الضروري إيه لا قد صلت الوترني التجارة لقد صلت ألما تصليت الصبح ولكن إذا صليت الصبح مثل زلال تصليت الفريضة الصبح خلاص دايما دي قمارا بعد توصل الوتر أبرا الزلال الوتر نظر ما إلى ذكر ضد في الوقت من الصبح سوى سوى ذاك العلماء في كان التفاصيل نند ما إلى ذكر الوقت دي قيما الصبح يكفي لصلاة الفريضة ذينا أتظلال صلاة الوتر خاطر تتوير بلي صلاة الوتر سنة مؤكدة ولكن صلاة الصبح فريضة وإلى قرأت الدهيضة صلاة الوتر الشفاع والوتر من بعد أدي شرق يطيش يفاتيك الصبح يفاتيك الصبح يا مغار مقال خاطر الوقت نيك دي قران يضيق ميلان وقت ني يكفي لصلاة الفريضة يعني الصبح وتصلى صلاة الوتر ميلا سعيد الوقت سمحتي إيميلا ذكرت ما زاليش قيس من ثلاثة ركعات دايرة ذاش تخدم الدقي أهطارة أتزل الفجر رغيبة وترمض الصبح
نر أتزل تزل في الوتر أكذ الفريضة ما الرغبة الفجر أتسجد ما دي شرقيتش فغاد في تستيقف الوادي جاو في كارغود جوس جوس وضرايس ابن عباس من بعد انت حفظها ما شوتيس عبد الله بن عباس ضرايس قبل الدين هذا شو مشي يخدم اكويد سكسيها مشي يخدم فلو تفضل هذه الصلاة ديال الفجر هذه يجي الوتر ديال الوقت ديس وهذه الصلاة الصبح الفريضة ما إلا ديال الوتر ثلاث روحات ويكسان رأي مخالف نعم اسمحي ما إلا ذكر ضد كيتش ذكر ضد ثوالا زرد مثلا وقت الشروق مثلا وقت الشروق في الخمسة الشيء يذكر ضد في الخمسة غير سبعة دقائق ثوالا سبعة دقائق قسمة تغلوضو هذاك تقولي كان وقت الفريضة ما يطس ما يطس يقدر نوع يقدر وقت ركعة في ثلاثة يعني صلاة الوتر خطر الوتر يوث مركعة الساعة ذاكي سيال دو شوا يا إما أتزلط الوتر يوث مركعة أتشمو في الزلط الصبح خطر الفريضة نغ أتزلط الوتر واتزلط ما كدير كما ثنا الرغبة الفجر ركعتين سيما تفوق هذا الشهر قد يطيش هذا انت فاتك الصبح الفريضة النار اتزل الصبح مباشرة وخدم ظل فونتور الصبح الفريضة حوصيت ديني قرنك لي حوصيت ام بعد ما الشهر قد يطيش صلاة الفجر رغيبة الفجر اتزل بعد الشهر ام كثر معلش اسفتي اسقسي نسا ثور مشاريخ تفضل ساعة أكن دينا مثلا كيف كيف؟ بارك الله فيك تفضل. أكيد خدمي ابن عباس واسمه. أكيد خدمي ابن عباس. أكيد خدمي ابن عباس واسمه. إني كي غير ما إلا قيمة قص ركعتين. أزور الصبح خلاص. الفجر تروح الوتر تروح ولكن ما إلا يقيم المسألة التقديرية المسألة التقديرية قيس ركعات في ثلاثة إن كان زيورة ذي الوتر أيضا إن كان أن الوتر لا تقضى الوتر لا تقضى أما الفجر فهي تقضى إيه ودي كان دينا في 8 صباح يخاف ضر نعم مازال وقتيس مازال انا ما دي شرط يعني بعد طلوع الفجر يدخل وقت الضروري ولكن لم ينتهي يدخل وقت الضروري ولكن لم ينتهي الوقت نتاعو بالشروق هكا جماعة الخير ابن عباس هكا اذا استضرى سوا فبالتالي انك رغيبة الفجر تجي تقضى في ريون دينا ما يكرد سمحتي كرد في 8 صباح ساري في يوم دينا على كل حال كل يوم دينا شو اشتي هذه ناس لان بالك فينا وقع حضر داكي جامي تفا صلاه الفجر الا الرافاي نغور الا الرافاي يعاوز نغور يعاوزها فصلاه الفجر جامي تيراتي الله يبارك هذه حمد ربه في الشكر ولكن سمحتي لان ربما ذينا وانا ذي الطص اديكر في سبعه اي في سبعه شو ديكورا فصلت الوتر يفهم تروح ولكن سمحتي رغبة الفجر يعني السنة فينا تقضى لذلك ابن عباس كي صدر سوا يكرد يفاد الصحابة افغان سي الجامع يعني ظل صلاة الفجر ظل صلاة الفريضة صلاة الصبح فينا شو يخدم يروح يزول صلاة الوتر خطر ثقيلة تقضى ولا مازال وقت ما صلاة الصبح أخر صلاة الفجر يزول صلاة الصبح بعد الفريضة صلاة الفجر يعني رغبة الفجر ركعتين السنة ثقي وخريثنت بعد الشروق طيب ثورة أمروح يثمثن
ثاني التفاصيل جو قصد وين ضحكا كي الذي الموطا ونيفغان ديو غالغرس في الموطا يحكى في عبد الله بن عباس الامام مالك ان رقد واستيقظ بعد ان انصرف الناس من صلاه الصبح فاوتر ثم صلى فاوتر ثم صلى الصبح. طيب ايث مثل لان شرق مثلا تصليت الشفاع وكذ الوثام اثنت فرقا العلماء خاصه علماء المالكيه ان السنه في الوتر ان تكون متصله بالشفع ماشي هذه الزال فيك والد سوالي في صلاه التراويح اتفض يعني يوان هذه الزال تصلي في التراويح وكذ الشيخ اذيرنو صلاه الشفع يعني صلاه ركعات بعد هذه يقيم هذه يقيم وتصلى وكذ الشيخ الوتر باش ذكر سيدي بافا ذكر في اي وقت من بعد هذه الزال التراويح نظن هذه الزال نافله نظن واذيرنو الشفع واذيرنو عفوا الشفع يزوري ثنتي يزورنو الوتر واحد ذاكي علماء المالكيه ناند السنه في الوتر ان تكون متصله بالشفع يعني الشفع ذي الوتر اكن الدوكولنت اليك فمن شفع اول الليل اكيد علماء المالكيه اول كي هذه المدونه وين يخدم الشفع اول الليل يزول ركعتين ثم اراد ان يوتر اخر الليل يعني ركعان الوتر يوخريت ذا شو دينا ان ياك يندب له يعني المستحب ذا شر يخدم ان يعيد الشفع يعني ادير نو اذي عاود صلاه الصفع الشفع ركعتين ثم اذي ظل صلاه الوتر. ثلاثين على القراءه السنه من الوتر اكد لنا ام المؤمنين عائشه ثنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الاولى يعني ذي الشفع بسبح اسم ربك الاعلى. السواليم من المشايخ مرزان سين الشفع من المدي غرى الفاتحه ركعه ثم زورت الشفع ادي غر سبح اسم ربك الاعلى. الركعه في السنث ادي غر قل يا ايها الكافرون. ادي سلم اثني كفا تزلت الشفع ما تزلت الوتر في ساوثين الى وحدس ذاكي اتي الزلس قل هو الله احد في كوال ازمرا ذيرنو قل اعوذ برب الفلق أكذ قل أعوذ برب الناس يعني المعوذتين. الحديث قد دنا الحديث مع المؤمن عائشة يستفغثيت الإمام النسائي أكذ الإمام الترمذي. ويندب تقديم الوتر قبل النوم لمن خشي ألا يستيقظ يعني مستحب ويني ولاني مانيس وريز مرارا أذكر يقاذ وذي سنكرارا قبل الفجر ذا شر يخدم ميقزو العشاء هذه زال ركعتين هذه رنو الشفع هذه رنو الوتر وفرات يهنا ما الا يسورا في مانيس الافضل هذه وخر تصليت الوتر يعني الما قبل الفجر هذه زال الوتر. ذا شو دي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بارك الله فيك يناد من خاف الا يقوم من اخر الليل وين يقاذن وديتسن كرارا في اخر الليل فليوتر اوله يعني هذه الزال صلاه الوتر اول الليل ميقزو العشاء هذه المشفى هذه الوتر. ومن طمع ان يقوم اخره يسعى السرم يضمع ذكر فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده باش غادي يفكن بلي فصليتني اخر الليل تشهدها الملائكه وربي سبحانه يفكي اسلاجر ضام قران اي مثلا حديث هي الصحه يستفغي الامام مسلم او بن فارس في رمضان قرا كي مثلا كل احاديث هي نقار في الخير كذا يروج يفكي ربي سبحانه الامه من الاسلام المسلمين نحمد ربات نشكر ام يقلا فين سلم ولكن ما كنت اؤكد اللي كان ابو بكر الصديق يوتر اول الليل أبو بكر الصديق يتظلى ميزو العشاء هذه خدمة صلاة الوتر هكيني ما إلا عمر بن الخطاب كان يصلي صلاة الوتر في آخر الليل أذكر قبل الفجر وهذه الظال أين يكتفن من بعد هذه الظال صلاة الوتر. مدني غير الحديث ولا قايت مثلا ماشي المعنى يس أبو بكر الصديق دائما كان يتقاد غا ويتظلى صلاة الليل خاطي ولكن الغالب أنه ميكزو العشاء يظل الشفاء يظل الوتر والسلام ولكن أيث مثلا إما إلا يوني الزول صلاة الوتر ساكنتي مثلا أكيني أترى يجوز باش الزلغ
وتران في ليلة واحدة، يعني أتصاد العشاء، أترنوض الشفاعة، أترنوض الوثر، وبعدين أذكراض، أترنوض الزرطة شو يكثفن النفلة، أم بعد أترنوض صلاة الوثر. خاطئ، لا وتران في ليلة واحدة يوث الوثر كالظلظ. ولكن ما إلا يوان أشيني زور صلاة الوتر إنك فغي غذر نوع التراويح أشيني غط شويت أطس، ولو كنت تصد 5 دقائق 10 دقائق مذكر الزر صلاة النافلة أكن تفغي لا حرج. هذا ذاكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وترني في ليلة. الحديث ذاكي رواه الإمام النسائي، الرقم الحديث 188. ثلاث مثل نكفى صلاة الوتر، ذنثاث إذ صلاة التطوع السنة المؤكدة رقم 1.